تلاقينا معك. دف سير اخوي عبد الغني سير كمل. كاليتي تبارك الله المليح. المليح هذه هما راه بينات، هذه هما بينات تبارك الله. راه انا راك سبحان الله عادي دابا مع الضوء تبارك الله بان. الله يبارك ما شاء الله اللهم بارك. مطبوع هذا اخويا كانت فرمه راشه. كيفاش خويا فاش يكسر ربعيات لصابو فلان وكسر ربعيات ما كيدوش؟ اما كيدوش طوانكا مريض. اييه طوانكا هو جا تراك بين الاخوان ولكن تصاب كسر ربعيات ما داش فلانو تبارك الله. يعني عم دوزوش الاخوان ما دار يدوز سوبر تبارك الله. حولي الاخوان لجميع المواصفات. شحال خويا؟ مليون و40 فرنك. مليون و40 تبارك الله الاخوان. 12000 درهم اللي عاطينهم الاخوان في السوق. مليون و40 تبارك الله. الله يبارك. السوق عامر اليوم الاخوان. السوق عامر اليوم ده. عامر اليوم السوق. الناس دعقت بالماكله. العلف غلا. العلف غلا والناس دعقت بالماكله. الله يحسن العوان. امين 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 امين. شي شبعه ديال الشامين. تحياتي للاخوان داخل الوطن خارج الوطن. صباحكم مبروك من قلب سوق الحد ديال البروش اقليم سطات تاريخ الاخوان 24/12/2023. تحياتي للاخوان صباحكم مبروك. الله ييسر اموركم جميعا ودينا لكم بهذا الخير هذا. واخا ولد عمي تبغي تخلي النمره يتواصلوا معك مع الحباب الا ما تباعش السوق هنا. يلا قول النمره 06 14 81 54 05. بلاصتهم هنا في بروج ولا في سراقنا ولاد بوعلي. واخا دور لي يشوفوا الجهه الاخرى اللي من ليه. اييه تبارك الله. حولي الله يبارك الاخوان يعدوا الشيه بارك الله. خويا الله يسر لك. الله يسر لك تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. تبارك الله. الله يبارك الاخوان. اللهم بارك. تبارك الله. شحال ما شاود عمي شحال ما منشق. رد لي رد لي لهاد الدوري. رد لي راه كاين الدري ومراد وما 11 تبارك الله. شويه لداتها ولد عمي نص خمسة الخرفان وخمسة الحوليات. كاين الاخوان خمسة الخرفان وخمسة الحوليات تبارك الله اللي والدات السي مصطفى. لاباس عليك. الله يحفظك تبارك الله الاخوان. اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ما عرفتش دايره في السنة خويا مصطفى؟ الرباعية والسداسية اللي جا مجموع العام. كاين الرباعية والسداسية الاخوان واللي جا معاه راه مجموع العام. اييه تبارك الله. قال لهم 11 والدين خمسة خمسة. اييه. وما 11 الاخوان راه والدين خمسة الحوليات وخمسة العبورات خمسة الخرفان الاخوان تبارك الله. الله يبارك. شحال السي مصطفى مثبتين معاك؟ شو اسمه عندك؟ كيطلبوا الاخوان 54 2700 درهم اللي كيطلبوا. 2700 درهم الاخوان اللي كيطلبوا. قال المعطى ما عاطينكمش السي مصطفى ياك؟ مازال ما عطاهمش الاخوان. اي لا الله يعطيكم الصحة. واخا خويا مصطفى اللي بغى يتواصل معكم على الخير قول خويا مصطفى 06 71 16 50 20. بلاصة الاخ مصطفى راه كاين في البروشة الاخوان واللي بغى شي حاجة راه يتواصل معاه. اييه كرك سي تبارك الله. اللهم بارك. الله يسر السي مصطفى. الله يسر. الله يسر تبارك الله. عداك عدا ملي تنعجه ترى صدر ملاح. اييه والدات وجوج دافعت على ميلاد. هما 8 النعجات ست والدات وجوج دافعت مازال ما ولدوش. الخرفان 3 3 3 3. اييه زيد اخويا. اييه الوليدات الاخوان راه فين تعزلوا سيد. هذه استاتية. هل وليدات الإخوة تبارك الله. تبارك الله وليدات أصيلين. أيه هذه بدات كتدفع. أيه بدات كتدفع تبارك الله. زيد نشوفوا الأخرى. هذه دافعة إن شاء الله راشد. ها؟ تومن إن شاء الله. أيه إن شاء الله بإذن الله. رباعية جيب سداسية. يلا جيب رباعية وجيب سداسية. جي رباعية وقلم جي سداسية. أيه الدمعات عندنا. مواصفات ديال الله تبارك الله. الله يبارك.
هما 8 هما 8 ياك والدين قلت لي شحال والدات 6 وجوجات دافعات والدات 6 الاخوان وجوجات دافعات 6 اللي والدات والدين 3 خرفان و3 عبورات 4 امنا 30 وجوجات دافعات ها امنا 30 في كوري ياك باقا باقا امنا 30 تبارك الله هذه رباعيه هذه رباعيه رباعيه تبارك الله الله يبارك اتمنى يا رب انا نزرع اهلا عمي كدير لاباس عليك كدير مع الصحاب كل شيء بخير الله يحفظك عمي الله يطول لي عمرك الله يحفظك خويا يوسف بس مسكين معاكم هنا واش كتقولوا أيام مليح راه كاينه ما نعاودو كلام 70 ما كايناش اييه الوليدات الاخوان وليدات اصيلين والتوب ولاد امهات اييه والتوب الاخوان تبارك الله تبارك الله الله اييه تبارك الله بارك الله وليدات ما نعاودو كلام اللهم بارك اسلم في معضله اي اللهم بارك تبارك الله تبارك الله المهم الاخوان راه المعطى هنا باقي ما عاطينهم والو الاخ يوسف راه كيطلب 3500 درهم غنشدوا لكم النمره الاخوان تواصلوا مع ديك الساعه الا كنعطيهم السوق شي حاجه راه غيقول لكم وبيعوا شريو ياك اخويا يوسف ها ياك باقا عاد دخلت الكوري ايوا صافي يلا خلي الاخوان النمره وديك الساعه اللي بغى شي حاجه يتواصل معاكم اي اي قول دير 07 07 18 18 32 32 55 55 17 البلاصه الخميس منيش جداد اقليم في القيب الصالحه الاخوان اولاد احمد لا المليح لا المليح ما نعاودوك لا المليح في الشغل بعد على الربيع ديالها ما كايناش عندنا حنا الرجاعي تبارك الله لا نعجات نعجات ما نعاودوك لا الله يعطيكم الصحه الدراري والله يسر لكم الله يسر لكم الامور الله يسر تبارك الله عليك سي عبد الله الاخوان كي داير ماشي مزيان امور هانيه الله يحفظك ليا ودي السي عبد الله الله يبارك فيك سلم على الاخوان سلموا للناس المشاهدين اخويا رشيد داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن هي الناس اللي كيشكرونا اخويا وكنشكرونا حنا اخويا رشيد تبارك الله على اخويا عبد الله هذا الشط هذا الجمال وشطبي عبد الله شطبي اصيل شطبي الاخوان انتم شطبي تبارك الله شباب سنان الحليبي سنان خويا 144 سنان الحليبي الاخوان رشيد خروف الاخوان الله يبارك تبارك الله مولا فراشي السوبر مليح حاولي مليح المرقد ديالو منين هذا المرقد ديالو ديال القراقره الاخوان هذا تبارك الله مليح يا فراشي احاولي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عزيز اليمي وياه حاولي صافي نحاولي تبارك الله حاول حاولي الاخوان حاول حول الاخوان الله يبارك الله يبارك حولي ما شاء الله تبارك الله هذا عبد الله عبد الله ثمن عبد الله ديال هذاك 7200 7200 الاخوان هذاك حولي الاول 7200 سبحان الله يرحم والديك 7200 الاخوان ها هو الاخوان 144 تبارك الله هذا عبد الله سنان الحليب تا هو سنان الحليب اخويا سنان الحليب الاخوان اي نوع الكسره راه غلى ملي سنان الحليب تبارك الله القرن مزوق غيكونوا خو تاع عبد الله هذو خو بالي توب واحد قرن واحد جيب وحده اخويا الله يحفظك جواد الحجرات حدايا الاخوان هات ومات ومات كل مره نحضي معاهم يبغوا يكركبوني تبارك الله سلعه سلعة اللهم بارك عشاق عزيز اليمين اللهم بارك عبد الله لا ترى موجودة تبارك الله لا سلعة هذه ما نعاودو كلام هذا عبد الله هذا الثمن ديالو 112 تبارك الله هذو قلتي مرقد ديالهم قراقرة عبد الله هذا الاخوة اللي من هنا قراب 5600 درهم اللي كيطلب عبد الله راه كيما القاعدة الاخوة راه من بعد ملي نخلي لكم النمرة ديال عبد الله عيطوا له وتفاوضوا معاه بيعوا وشريوا على راسكم الاخوة حتى واحد ما يحشم انسان يبيع ويشري على راسو عبد الله خويا نشوفوا الاخرين أيل الله أكبر يا سلام عبد الله السوق لا اليوم راه جاني بحال العيد الكبير اليوم السوق عامر قليل وخاكم ليه اه السوق عامر اليوم اللي ما مليحاش قليله
تبارك الله الاخوان. 15 الله يبارك. كل اسبوع كل اسبوع الاخوان عبد الله كيفاجئنا بهذا القرقاع. دابا عبد الله قول الاخوان اللي عيطوا ديك السيمانه وقالوا ديك تباعت ها هي كينادي اليوم ان شاء الله ياك. لا كتبت شي حبيبي تبارك الله. السلعة اللهم بارك تبارك الله السلعة هذه الله يبارك تبارك الله. الله يعطيكم الصحة سي محمد. سي محمد البوزور ديالكم اخويا البوزور. الله يعطيكم الصحة تبارك الله. خويا رشيد اسمح لي انتم الاخوان وقرن وكل شيء. الله يبارك تبارك الله الاخوان. اكوري واحد حد يجيك سيمانه ومعزوله تبارك الله. صدي الغنم كي داير والثوم تبارك الله. الله يبارك. حبتنا السيك الحب شحال هما من واحد خروف عبد الله؟ 18 هما 18 هما الاخوان راه 18 الخروف تبارك الله. الله يبارك. مجبوده الثوم وكل شيء تبارك الله هما 18 اخوان. وبالنسبه للاخوان اللي كانوا عيطوا السيمانه على ديك اللاقه وتباعت ها هي راه كاينه هذه الاخوان حتى هي اللي كتبت لشي حبيب حتى هي تبارك الله. مرحبا خويا شنو المكتب اخويا؟ هذاك الشيء اللي كيسير على المكتب. ها ختها هذه راه ختها الاخوان ختها تبارك الله. الله يبارك. هذا مسجد ما كاينش فيها الصغير. لا صافي عبد الله تبارك الله اللهم بارك. شوف وقرن كل شيء صافي اصليه هذه الاخوان ما نعاودو كلام تبارك الله الاخوان. زيد عبد الله زيد ما شاء الله الاخوان. الله يبارك. الشطبه يا الاخوان الشطبه والله رمزيين تبارك الله بحال الحلوش تبارك الله موجوده في الارض. الشطبه يا الاخوان هذا الله يبارك. الشطبه يا الاخوان تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. عبد الله اخويا مزكين معكم هنا 86 و500 لي زاكيه دابا زاكيه الاخوان 86 جمله الاخوان راه زاكيه 4225 درهم. الفرادي عبد الله شحال كيعطيكم الفرادي؟ 94 الفرادي واحد عاطينا فيه 104 كاين 94 الاخوان وواحد راه عاطينو فيه 104 يعني 5200 درهم اللي عاطينو الاخوان في واحد. اغنى من الله وما بارك ما نعاودو كلام راه واحد الحاوليه مشاه اغلم اللهم بارك تبارك الله. تبارك الله اغلم داوي على راسه تبارك الله. الله يعطيك الصحه عبد الله. عبد الله خويا بقى عندك شي حاجه ولا هادو اللي كاينين؟ الله يجعل البركه. عبد الله خويا النمره الحواب يتواصلوا معاك. مرحبا قولش 06 72 94 22 80 عبد الله الله يسر لك. الله يجيب تيسير تبارك الله عليكم خويا. الله يعطيكم الصحة. أنا باصم ليكم سير. الله يسخر الله يحفظك. شكرا الناس اللي كيحبونا من القلب خالص أخويا رشيد. تبارك الله على خويا عبد الله راك عزيز سير على الله. وهذه الريحة خويا أمين 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 الله يشافي الجميع تبارك الله. عندك هذا الربعه ولد عميك؟ هذا الربعه هذا فيه لاطراس. هذا راه فيه لاطراس الاخوان راه محايدين وهذا يعني بقاو هاد الثلاثه سميت ياك هاد الثلاثه. هذا راه ما عليه كلام حولي زين الاخوان اللي بغاه حتى هو راه اللي بغاه راه يدي راه خصو عيد الدواء هذاك خصو الدواء الاخوان. اييه تبارك الله. اسنان الحليب اسنان الحليب الاخوان راه تبارك الله اسنان الحليب تبارك الله. الله يبارك. شحال اخويا زكين معاكم؟ 80 4000 درهم اللي مزقين معاهم الاخوان السوق. وشحال كتقولوا اخو؟ قلت لهم عبيعوا وشريوا طلبنا فيهم 90 ولكن اللي بغاه مصيبوا معاه. اي المهم الاخوان السوق عاطيهم 4000 درهم هما كيقولوا 4500 درهم اللي تواصل معاهم الاخوان بيعوا وشريوا الاخوان على راسكم. خرفان تبارك الله الاخوان انتم. هذا الاخوان راه فيه واحد اللعيبه راه اللي بغاه قال لكم الاخ تا هو راه ورانا قال لك اللي بغاه مرحبا واللي ما بغاش راه يحيدوا.
وهاد الثلاثه راه دقت برا ما فيهمش ياك هاد الثلاثه الاخوان راه دقت برا ما كايناش فيهم تبارك الله واخا اللي بغى يتواصل معاك خويا اللي بغى يتواصل معاك اولد عمي مرحبا نعطيني قول 07 77 45 71 8 70 البلاصه ما بين ولاد مراح والبروش ولاد فارس ما بين ولاد مراح والبروش تبارك الله على خويا الله يسر لك الله يسر لك الله يحفظك الله يحفظك السي مصطفى الزين الغزال الله يحفظك كلشي بخير امور مزيانه الله يحفظك الله يبارك فيك الله يطول لي عمرك خويا الله يحفظك 30 راس مليح المليح المليح 30 راس هي هنا 30 راس الاخوان هنا راه 30 خروف تبارك الله بدريه وراه بدات تغلاط الله يبارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك الله وهذه بنت لي اختي قالت كانت عندك قيسر اختها هذه راه اختنا هذيك كانت عندو قيسر الاخوان تبارك الله هنا راه 30 راس الاخوان الله يبارك تبارك الله دقت براس سي مصطفى لا العيب لا صافي الله يعطيك الصحه السلعه تبارك تبارك الله الله يبارك شحال اخويا مصطفى عطاوني 62 المعلي طالع عاطينه الاخوان 3100 درهم 3100 درهم 62000 اللي عاطينه الورد الورد تبارك الله تبارك الله ما نعاودوك لا ما نعاودوك لا خرفان اصلينا مصطفى تبارك الله لا ما نعاودوك لا ما نعاودوك لا تبارك الله الله يبارك واخا اللي بغى يتواصل معك خويا مصطفى مرحبا الرقم 06 67 57 14 43 مرحبا بجميع المشاهدين تبارك الله على خويا مصطفى الله يسر لكم الامور تبارك الله المليح 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 تبارك الله السلعة الله يبارك واحد تبارك نسيك في واحد لا لا تبارك الله لا خرفان سير الله يسر سي مصطفى الله يسر لك سي عبد الغني السلام عليكم براشي كي داير بخير كلشي مزيان امور هانيه وتلاقينا معاك دف سير اخويا عبد الغني سير كمل كاليتي تبارك كاليتي تبارك الله المليح المليح تقدا الى المسلسل البيع ديالنا من جديد ياك ايوا مرحبا مرحبا 66000 الثمن باش ديتي اخويا عبد الغني 66000 الاخوان 3300 درهم باش داها السوق مزيان في المشرى البراشي ياك اخويا عبد الغني تبارك الله حاجه غليظه اللي حقا العيد شي حاجه راجل تبارك الله وكلهم سنا حليب اخويا عبد الغني كاملين سنا الحليب تبارك الله هيا زيد 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 66 باش خداو الدراري مليح حقا العيد ثمن فابوره مليح مليح تعال تعال تسوق تعال غير يا صاحبي مليح صافي خليه مليح والله سيدي يعطيكم الله خير الله يسهل عليكم تبارك الله تبارك الله الله يبارك سد تبارك الله الله يبارك شحال من خروف شحال من خروف اخويا 10 تبارك الله الله يبارك تبارك الله الاخوان راه 3300 درهم باش تقدا الاخ عبد الغني عبد الغني خويا اللي بغى يتواصل معاك على هادو راه بيوعين هادو بيوعين رداهم راه تقديناهم السيد جاي معاك تا السيد جاي معاك تقديتيهم ليه حاجه تقداو ليه بحال هادشي مرحبا واخا قول الاخوان اي 06 32 06 19 39 تبارك الله على خويا عبد الغني تبارك الله عليك الله يسر الامور الله يسر لك هانتوما الاخوان تبارك الله الله يبارك شي حاجه لا لا ما نعاودو كلام ما نعاودو كلام ما نعاودو كلام تبارك الله حتى السومه كي جاتك اليوم خويا عبد الغني السومه شويه اييه تبارك الله الله يبارك هذا راه فرطاسي فرطاسي تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك سير الله يسر الامور الله يسر الامور الله يسر تسيرك واو الجلال وغبرتي تاعيتي وملي جيتي جدتي لي داكشي اللي كنبغي هادشي اللي كنموت عليه مليح اودي راشي اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك تسي تبارك الله
تبارك الله. جوج راشد. ويا زيد هالخرة تا هي الاخوان. هات. هالخرة. تبارك الله. شنو زوق السراج؟ لا ما نعاودو كلام. ايوا شنو كاين؟ ما نعاودو كلام حوليات الاخوان ما شاء الله. الله يقسم الله اليوم السراج. الله يجعل البركة. الله يجعل البركة. المهم ربياسات نقيات. لا نقيات ما نعاودو. 15 في الدار هي بحال هادشي السراج. بحال هذا. بحال هادشي. تبارك الله الله يبارك دقت برا جلاء والجلال ما كاين دقت برا ديال العيب ديالنا ديالكم صافي الله يعطيك الصحه تبارك الله الاخوان الله يبارك بغيت نسولك دابا هذه يطلق على دابا مثلا الداشي حبيبي يطلق على الحولي دابا ولا خليها بلاد شويه من الافضل يزيد واحد شويه يزيد شويه مزيان كاع ياك كيما الحوليه بلغت مزيان احسن باش ما تمحنش ما تمحنش في الحماله ديالها وفي الولاده ديالها حوليه تبدل بحال كدير ديك وتعلى ياك كتعلى وتعلى كتزيد تعلى باقا بزياده علاش قلت لك ما تخاف عليها شويه اي باقا بزياده الاخوان تبارك الله الله يبارك هذه كانت فيها واحد الحبيبه وباريه والجلال لا طراس هذه لا طراس باريه الاخوان ها هي باريه تبارك الله واخا خويا شحال الثمن الثمن اخويا بشحال خالصه بشحال خالصه تقول الاخوان المشرى هما اللي يبيعوا الشرم معك على الربح بشحال خالصه هذه الربعه 2000 درهم 2000 درهم الحال بحال 8000 درهم باربعه 8000 هادو الاخوان راه خالصات ب 2000 درهم هما بربعه راه 8000 درهم الاخوان ما نعاودو كلام حوليات الدويات على راسهم والجلال الله يحفظك ودي راسك الله هادو اليوم ان شاء الله غيجري شي حبيبي يديهم ان شاء الله خلي الاخوان النمره راه يتواصلوا معك 07 70 79 79 13 52 تبارك الله على وجهك الله يسر لك وبالنسبه للاخوان اللي يتواصل معك وبغى يشوف الاخرى اللي في الدار حيت ما شافوهاش غتصورها وتصيفطها لي كاين الفيديو تاعي ديال هذه ها هما راه بينات هذه ها هما بينات تبارك الله راه انا سبحان الله عادي مع هذه الحوليه شوفوا الاخوان انا اللي كيدي يكسب انا راضي عليه ها الله موجود خير الله موجود لا قلت لهم انا اللي كيدي يكسب انا راضي عليه ورا اللي بان لي شاده غادي بها القزار راه كنبقى نشوف فيه شوف ناقص كنبغي تمشي للكسيبه تمشي للكسيبه تمشي للكسيبه سير الله يسر خويا الله يسر لك تبارك الله عليك تبارك الله الله يبارك كيدير ولد عمي بخير كلشي مزيان عمرانيا الله يبارك فيك الله يحفظك الجمال اخويا الجمال اللهم بارك تبارك الله الله يبارك ثلاثة البياسات خويا تبارك الله سنا الحليب سنا الحليب تبارك الله اياه سنا الحليب الاخوان تبارك الله الله يبارك تبارك الله ما عرفتش فين كان المرقد ديال الخير المرقد اخويا مالي ما من القراقره من القراقره مالي هما الاخوان التجمع ديال اياه فين كان التجمع ديال لانوكا الاخوان ديال القراقره تبارك الله الله يبارك واخا ولد عمي الثمن شحال تقريبا الثمن الخلاص ديالو اي قول الاخوان الخلاص هما يبيعوا ويشريوا معاك على الرباح 82 هادو 140 هادو خوت هادو خوت هادو الاخوان راه ب 7000 درهم المشري ديالهم بجوج يعني 3500 درهم الواحد هذا الاخوان 82 يعني 4100 درهم الخلاص ديالو الاخوان الله يبارك هذا تبارك الله الاخوان مليح تبارك الله مليح الاخوان الله يبارك تبارك الله او المواصفات تبارك الله لا لا هما بثلاثه الله يبارك هما بثلاثه زينين واخا ولد عمي اللي بغى يتواصل معاك قول خويا 06 23 57 25 56 تبارك الله الحوليه اياه هاي الاخوان هاي الاخوان اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله الزين الاخوان رحب الله عز وجل تبارك الله الله يبارك تبارك الله 10 تبارك الله قول لي يا ولد عمي هادو واجدين دابا واجدين تلاق معاهم الحولي ياك هادو راه واجدين تلاق معاهم الحولي الاخوان الله يبارك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله خديتهم اليوم تبارك الله الله يبارك شحال يا ولد عمي الثمن خلاص ديالهم 33000 خلاصهم الاخوان خلاصهم 1675 درهم لا 1650 درهم 1650 درهم عفوا الاخوان السي رشيد راه مخيرات الثمن بزاف زوينات بان لي بانت لي السومه اليوم شويه لا السومه مزيانه في هذا الحول ياك الحوليه تبارك الله بان لي حتى السوق اليوم داخله السلعه الثمن ناقص الثمن ناقص الحوليه ياك ولكن الثمن ديال هذا حوليات 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 اللهم بارك حوليات 40 راس واجدات للحولي الاخوان حوليات واجدات للحولي تبارك الله الله يبارك الله يبارك بحال هادو الاخوان انسان يزيد معاهم شي خروف من هذا اللي وراونا الدراري وراه الله يجعل البركه تبارك الله لا ما شاء الله الله يعطيك الصحه ولد عمي الله يبارك فيك الله يعطيك الصحه الاخوان النمره راه فيها الواتساب النمره الاخوان اللي سمعتوها راه فيها الواتساب فيها كل شيء اي ما تبارك الله كيشوفوا فيها لا صافي الله يعطيك الصحه انا كنعرفكم غرام ديال التخرشيش ما كاينش في هاد الناس
راه 33000 الاخوان المشري ديالها 33000 ريال تبارك الله الله يبارك. سير اود عمي الله يسر لكم الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم الله يحفظك الله يحفظك الله يسر لكم خويا الله يسر اخوان الله يبارك اللهم بارك. المليح ابا رشيد المليح اسمع المليح المليح الشغل ديالك المليح اخويا عزاز من المتتبعين اخويا اه يا الله يعطيك الصحه. هنا خصنا داكشي يكون شي حضروا هما ما ياخذوش هاد السلعه اه هادشي اللي كاين اخويا لا هادشي الله يبارك اه هادشي اللي كاين اخويا رشيد اللهم بارك المليح اخويا الحمد لله اخويا رشيد المليح والمواصفات المليح 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 والمواصفات ما شاء الله تبارك الله الله يبارك 15 بياسه اييه مكناس مكناس يا خويا 30 حبه هذيك 15 كيلو 15 غليظه 15 غليظه تبارك الله سي محمد من اييه تحياتي لك خويا وتحياتي للناس ديال مكناس وتحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن تحيه للسي محمد دوبل زيرو دوبل زيرو الاخوه راه المعقول المعقول هذا باش كيعجبني في المعقول تبارك الله هذا العيب ما شريش لا والو الله يعطيك الصحه ما نعاودو كلام حنا راه ملي كنقولوا لشي واحد راه كاين كاين صافي ما نعاودو هضره ما نعاودو كلام تبارك الله الله يجعل سيدي ربي شي المسيره امين امين هذاك هذاك الشيء اييه ما يحاشمنا مع حتى واحد بالصح الناس راه كتثق فينا بزاف الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما يخسرش الظن فيهم الحمد لله ما يخسرش الظن فينا اييه ان شاء الله ان شاء الله لا 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 الله يعطيك الصحه مجهود بزاف وكنطلبوا من الله كنهضروا من القلب ديالنا انا عارف اللي كاين كنهضروا كنقولوا يا ربي الناس كتثق فينا يا ربي لا يحاشمنا مع شي واحد امين صافي هذا الشيء اللي كاين هانتوما الاخوان خويا اللي تقدى لك سي محمد التسليعه برعك بصحتك خويا الله يسهل عليك حتى انسان كيفيض نيتو انسان كيفيض نيتو وانسان ما كيعرفك ويقدر يصيفط لك فلوس صافي راه ربي تا هو كيسر لي الامور تا هو كيسر لي انت خويا الخرفان ديالك ما شاء الله 15 خروف ديالك 15 خروف كل سنه الحليب 15 خروف رقيقه اييه انت الاخوه اخويا تبارك الله وخليوا الاخوان تما يتولعوا معاه اموا كاينين بعضين مواصفات تبارك الله عطاوني 5000 درهم 11110 اللي عطاونا تما باش ما نفرطش تبارك الله وشحال هي شحال خديتي يا خويا راك دفت 72 و400 فاش راك 72 و400 الاخوان بحال 3600 و 3660 درهم 3660 درهم 72 درهم ايوا 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 غيمشي ارجع تبارك الله اللهم بارك الله يعطيك الصحة ودي اسمع الله يعطيك الصحة ما نعاودوك شوفوا اييه نشوفوا الاخرى اييه بسم الله تبارك الله اللهم بارك 54 و400 54 و400 تبارك الله هاد الغلات تما معاهم تا هي معاها 15 تا هي اخويا هي 54 و400 هادشي باش طاحت هي باش طاحت اخويا يعني هادي بدون صير بدون كلشي 15 54 و400 54 و400 بحال 2720 درهم ولكن راه تبارك الله راه التاصيله ما نعاودوك ليه لا صافي صافي الله يعطيك الصحه اسمع صافي الله يعطيك ملي كنجي نشري المتتبعين بحال باغي ندي الدار بحال غادي الراس بصح صاحبي صافي نشري لي العمر لي الله يعاون لا خاصو باش يربح بصح اييه يبقى يقول الله يعمرها دار الله يعطيك الصحه سي محمد الله يعطيك الصحه لا الله يعطيك الصحه انا عارفين حنا ملي كنقولوا شي كلمه نخرجوهم فمنا حتى كنعرفوا واش كنقولوا ولا حتى انا كنقول باش تعرف العمى باش كيعرف المليح بالثمن بالثمن راه كيقولوا صح العمى باش كتعرف المليح قالوا كنعرفوا بالثمن هادشي اللي كاين واخا خويا سي محمد اللي بغى يتواصل معاك سري لي نعجات سري لي يشرب معنا كوزينه سي مرحبا ولكن انا حاجه وحده اللي طالب منك النعيجات هما النعيجات تفكني منك وراه دابا راه كنرجع لانني انا دابا علاش انا قاصدك والمقصود الله حيت انا عارف راسي اللي عطيتهم لك غايب شوف يدي امنه دابا خصني دابا كاين السيد ود عمي كيبيع شرف البكر انت اسمع عمي الحاج قول اسمع عمي كاين السيد ود عمي اييه كيبيع شرف البكر اييه بغى نهار الحد ندوهم لي الحد ولا تفرج انا جا عندي شي كوموند تما في هذيك المنطقه الحد ولا تفرج بعيد علي هو هذا هو اللي جهتي يعني باش غنمشي انا دابا على ثلاث بيوت لا ما تمشيش انت شوف لينا الصديق ديالك كتعرفو اللي يكون غادي ما كاينش شي حد كيمشي لا والو الحد ولا تفرج
ويكون خير سول عسول المهم تخليك وسول حنا عاطينا شوف هي جالسه كتاكل وتشرب مع راسها حنا عاطينا واحد السيمانه اخرى ان شاء الله ونشوف نديروا لها حل كل عندنا سميتو راك عزيزه عارف اللي كاين لا عارف اللي كاين دابا ما كرهتيش دابا ما كان غالب الله ولكن ان شاء الله دابا شي واحد شي طوموبيل صغيره شي اكسبريس ولا شي طوموبيل صغيره ياخذو ونمشي صح نشوفو نشوفو الا كان شي واحد يصيرها ويدي ديالها واخا نشوفو الا كان شي واحد بحال هكايا ديك الساعه نتواصل انا وياك غديو لي هذا هو لافات هو الحل غدي مخصش كدير انا كيكونوا ربع بياسات ولا خمس كنشوف الدراري تما ب 50 فرانك ولا 60 فرانك كيهزو ويديو الله واخا تشوف لي شي واحد من الدراري ونتواصل انا وياك ديك الساعه ان شاء الله الجمعه ان شاء الله نتلاقاو في قيصر ان شاء الله باش نديرو لهم بروغرام ان شاء الله واخا خلينا النمره اسمعهم ديال التليفون المشاهدين 06 22 41 21 دوبل 0 وديما رشيد قرارة تبارك الله عليك خويا اسمعهم الله يسهل عليك الله يسر ليك تبارك الله عليك زيد 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 يونس معايا بعداد شوف يونس راك كرمتي لي المليح 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 عشق تعشق عشق تعشق تبارك الله راه 20 حوليا الله 20 هما تبارك الله اللهم بارك الاخوان انا راه ما مقيتش اييه تبارك الله الفين ونشوفوا الاخرين سميتك عاد قول لنا المشرق نبت زينه راه اللهم بارك حوليا الشرقي كي دير خويا لاباس عليك صحيحه امور مزيانه الله يحفظك الله يحفظك عزك خويا رشيد تبارك الله اللهم بارك راه غيكون ثمن مناسب ياك خويا تبارك الله مناسب ان شاء الله الله يبارك الجمال تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يبغى كاع نمشيو للدار ان شاء الله ونحسب ليها راه يتواصل انت باقي ما حسبتيش ليها وشحال شحال شحال شاري المشراره من 27 حتى 34 من 27 خمسه من عاد بواتها السيد هي من 27 حتى 34 راه المشره ديالي الاخوان انا من 1350 درهم حتى 1700 درهم تبارك الله هادو 34 هادو هادو راه 1700 درهم المشره ديالهم الاخوان هاد الخمسه هادو كي راه تبارك الله حيت هادو كيبان هادو كيبانوا سك من هادو سك من هادو تبارك الله كما كيقولوا السعاره ما مقاديش ما مقاداش واخا خويا يونس خلي الاخوان النمره وهذيك الساعه ملي توصل الدار حسب ليها ولا اللي تواصل معاك الله يسر الامور باغ النمره 07 77 75 05 06 54 تحياتي لك السي راشد تحياتي للسيوس هذاك الشيء على المباشر سير الله يحفظك الله يسهل عليكم الله يسر لكم تبارك الله اخويا تبارك الله الله يحفظك السي عز الدين بخير كلشي مزيان عمرانيا الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله الجمال اللهم بارك اللهم بارك وقال عايل لي الله يجعل البركه شحال واحد هذه الله يجعل البركه شحال اخويا عز الدين 27 المشره ديال الاخوان هذه 27000 ريال تبارك الله الله يبارك ولكن راه الجمال اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله اخو اخو عز الدين لا عجبات شي حبيب بغى يتواصل معاك ها ها مرحبا يلا قول قلنا النمره 06 76 75 عفوا يا اخوان 01 90 76 تبارك الله على اخويا عز الدين سير الله يسر لك الله يسر لك خويا الله يحفظك